تحية طيبة لكم مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامج أبعاد. هذا البرنامج الذي يتهادى إلى أنفسكم ويشرف بأعينكم عبر قنوات التلفزيون الجزائري، فأهلا وسهلا بكم معنا دائما في هذه المساحة الفكرية. نتحدث في عدد اليوم عن خيرية هذه الأمة، نتحدث عن هذه الخيرية انطلاقا من عديد النصوص التي جاءت في الأثر وأيضا في تراثنا الإسلامي تتحدث عن خيرية هذه الأمة. نتحدث عن تمظهراتها في ظل ما تعيشه الأمة اليوم، ونتكلم أيضا عن المقصد من الخيرية التي وردت في هذه النصوص، هل هي خيرية أفراد أم خيرية جماعة؟ وهل بالزمان والمكان نحن ننال هذه الخيرية؟ وهل هي خيرية تفضيل أم خيرية تكليف؟ نقف عند هذه التمظهرات وهذا الموضوع في عدد اليوم من برنامج أبعاد، فأهلا وسهلا بكم. إذن مشاهدي الأكارم، الخير في أمتي عنوان هذه الحلقة كما قلنا من برنامج أبعاد. هذا الموضوع أقول نضعه ونفككه بين يدي أستاذنا الكريم الذي يحل عليه ضيفا، أقول في عدد اليوم أستاذنا الفاضل الدكتور محمد بلغيث أستاذ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي. أهلا وسهلا بك أستاذنا الكريم. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أنا أسعد كثيرا بوجودي معك في هذه القناة. مرحبا بك أستاذنا. نتمنى أن يستفيد المشاهدون معنا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب، بارك الله فيك على قبول دعوة البرنامج. نعفو. كما قلنا أستاذ، نتكلم عن الخيرية التي جاءت في عديد النصوص التي تتحدث عن هذه الأمة وعن ربط الخيرية بالأمة. في البداية لو نتلمس خيرية هذه الأمة كما جاءت في النصوص، بعد ذلك نأتي لنسقط هذه النصوص على واقع الأمة اليوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحييكم أخي عبد الغني، وأحيي المشاهدين الكرام والمستمعين والحاضرين. إن شاء الله، ونتمنى يعني أن نستفيد في هذه السويعة. نعم. في هذا الموضوع الذي هو مهم جدا، لأن الخيرية شهادة الله لهذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن لم تتوقف الآية عند هذا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية إذن بشهادة الله سبحانه وتعالى وبما تملكه هذه الأمة من قيم ومن موازين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن هذه الأمة مرتبطة بالمعروف، معروف كل ما تعرف عليه الناس مما هو خير ومما هو إحسان ومما هو بناء ومما هو إصلاح. نعم. إذن الخيرية واسعة جدا. بالمنظور القرآني الخيرية تشمل مجالات كثيرة جدا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وتتسع الفروع، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك هم الذين صدقوا. فإذن يعني الخيرية واسعة المجالات. ربما حديث حذيفة بن اليمان في البخاري في كتاب الفتن يبين بأن الخيرية مرتبطة بالإسلام. لما قال حذيفة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. بهذا الخير، بهذا الدين. الدين جاب معاه الخير.
الرسول محمد جاب معاه الخير. خير صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الخير اللي جابه النبي محمد لهذه الأمة ما جابه حتى واحد. سبحان الله. والخير اللي جابه الإسلام معاه ما جابه حتى واحد. والحضارة الإسلامية قدمت الخير كما يكتب الشيخ راغب السرجاني، ماذا قدم المسلمون للعالم؟ صحيح. قدموا الحضارة الإسلامية، قدموا الأستاذية للعالم. صحيح. يعني بريفولت في كتابه بناء الإنسانية The Making of Humanity يقول إن الحضارة الأوروبية تدين بوجودها للحضارة الإسلامية. إسلامية اعتراف. جوستاف يعني. لوبون غيرهم كثير من الشهادات الغربية اللي تبين باللي الإسلام جاب الخير معه. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما جاب لنا غير الخير. صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن الإنسان اللي ينكر هذا جاحود. صحيح. جاحود وعنيد فقط. نعم. من العناد. فإذن هذه تقريبا مقدمة النصوص. بارك الله فيك أستاذنا. نعم. على هذا التقديم المهم جدا، وهذا جانب التنظير، وجانب لابد أن يوعى من كل إنسان مسلم فرد يعني يهتم بقضايا أمته. أستاذ، الآن نتكلم عن الطرف الآخر، من يدين بهذا الدين؟ يعي هذه الخيرية، يمارسها، يتمثلها، أم أنها تظهر حينا زمنا مكانا وتتقلص أزمنة ومكانا؟ وأكيد واقع الأمة الآن. وشوف، ليه يلتزم بالتكليف يتمتع بالتشريف؟ بالضبط، لأن هذا تكليف كما أنه تشريف لكنه تكليف. لأن هذه الخيرية مرتبطة بالشهادة على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس. شهادة على الناس، شهادة التبليغ، شهادة التعليم، شهادة الدين نفسه. تبليغ. تقديم الدين، الأمة هذه مكلفة تقدم الدين هذا، تكون نموذج، تكون موديل. صحيح. للعالم. لما العالم يشوف لهذه الأمة المفروض يشوف الإسلام يمشي، يشوف واش يقدر يدير الإسلام، واش يقدر ينزل الإسلام في البشر، في البشر والنموذج. معناتها الأجيال تاع المسلمين باش تحقق هذه الخيرية هذه يشوفوا الخير. يعني المفروض العالم كي يشوف المسلمين يشوف الخير، شوف باللي عايشين في الخير. صحيح. الاقتصاد هايل، أمة تقيم، التجارة هايلة، العلاقات الدولية هايلة، الأوضاع داخل البلاد الإسلامية والأمة الإسلامية، العلم، الحضارة، النظافة، القيم. تحقق ذلك في فترة من الفترات. نعم. يعني أنا نقول لك هكذا، لأن المسلمين عاشوا هاد الأوضاع هذه في فترات كثيرة في التاريخ الإسلامي، في تاريخ الحضارة الإسلامية. يعني المسلمون مثلا في قرطبة عاشوا في الإسبان اللي حكم الإسلام فيها 8 قرون. عاش المسلمون هذا الشيء اللي راني نتكلم عليه. كانت أوروبا تشوف المسلمين كنموذج. صحيح. كمثال. والأوروبيون كانوا يزوخوا بالمسلمين عندهم. ألفارو، هذا ألفارو واحد مسيحي حاقد على الإسلام، وكان ياكلوا قلبه، يقول المسيحيون ولاو يروحوا لقرطبة ويتعلموا العربية ويجيوا الأوروبا يزوخوا ويتكلموا بالعربية. كيما يزوخ اليوم هنا عندنا واحد بعقدة النقص تاعو يزوخ بالفرنسية. نعم. يزوخ بالفرنسي. يحسب باللي خلاص كي يتكلم فرنسي راه خلاص. هو لسان. نعم. الألسن يعني. هو يقول عند حكم الاستعمال. نعم. يقول كانوا الأوروبيون يجوا لقرطبة يتعلموا العربية ويديوا اللبسة تاع المسلمين، اللبسة تاع المسلمين يزوخوا بها في أوروبا، يلبسوا فيها ويزوخوا يتكلموا بالعربية الفصحى ويقرأوا الكتابات الإسلامية. ويقول راني نشوف بلي جيل الشباب المسيحيين، ألفارو هذا يقول راني نشوف الشباب المسيحيون يقرأوا الكتب تاع الفقه الإسلامي أكثر من يقرأوا الإنجيل. كان هو شغل خداته الغير حمية. نعم. حمية على المسيحية. نعم. نعم. باش تشوف ما انت الخيرية هذه هي شهادة على الناس. كيف نقدموا الشهادة على الناس؟ نبلغوا الدين هذا، نعلموا الناس، نكونوا مدينين التدين الصحيح. صحيح. لما يشوف العالم المرأة المسلمة يشوف امرأة مسلمة محترمة، عندها هيبة، عندها شخصية، سلطانة في دارها كما قال لهم هذاك، سلطانة في دارها،
مع زوجها سلطانة، مع أولادها سلطانة، تحكم في دارها، تربي أولادها، إلى قرأت سلطانة، إلى تثقفت سلطانة. نعم، المرأة المسلمة المفروض العالم يشوف هاد لا سيتوياسيون، هذه الصورة، هذه هذا المشهد هذا، يشوف المسلمين يشوفهم بخير، ما يبكوا، ما يشتكوا، ما مظلومين، ما كاين الظلم، ما كاين الحقرة، ما كاين الخوف، ما كاين والو. حتى الاخر كان يعيش في كنف الامه، في بجايه، في بجايه، في بغداد، في الهند حكم الاسلام 10 قرون وجازوا، حتى حكموا النساء، نساء ملكات سلطانات. نعم. في الهند مسلمات، وقدموا نماذج، وقدموا نماذج رائعه جدا. نعم، في الدوله العباسيه. صحيح. يعني المسلمون، هذا الانموذج اللي راني نتكلم عليه ماهوش خيالي، ماهوش مثالي. صحيح. ما انت ان جامي اكزيستي يوتيوبي، عمرو ما صرا. صرا والاوروبيون شافوا، كان الملك اسكتلندا بعت دي برانسيس اميرات يقراو في قرطبه عند المسلمين، وبعت هدايا للسلطان تاع المسلمين هذاك الوقت واسمه هشام، هشام الثالث، بعث له هدايا. الخليفه تاع المسلمين بعث له هدايا اون ايشونج بالمقابل، قال له بصح هاد الهدايا صنع محلي. نعم، صنع تاع المسلمين، ماشي ميد ان تشاينا. نعم. وهذوك البنات اللي بعثهم ملك اسكتلندا استقبلهم الخليفه تاع المسلمين ودار لهم منح باش يقراوا، لي بورس. نعم، باش يقراوا. نعم استاذ، هاي الخيريه في تاع الاسلام، الخيريه تاع الاسلام يا سي عبد الغني، مش خيريه تاع الاخره برك. كما يتكلموا الناس الجنه هنا وقعت، صبروا معليش في الجنه تعيشوا مليح، وقعت المفاصل، صبروا على الفقر تعيشوا في الجنه مليح. لا لا، وكأن الدين يرسخ لهذه الثقافة المسكنة، ثقافة نعم. الناس يقولوا لك الفقراء يدخلوا الجنة قبل الأغنياء، أنا هذه نشك فيها في الإسلام. صحيح. بالعكس، الغني ثاني اللي يمول المساجد، اللي يمول المدارس، اللي يمول الجامعات، اللي يمول المستشفيات، اللي يمول المؤسسات الخيرية، هذا ثاني يسبق للجنة. على ما يسبقش للجنة؟ صحيح. نعم، يسبقني أنايا ضرورة. إيه، أنا بالك أني نخدم الإسلام غير بالكلمة. بالضبط. بصح غني في نهار يخرج 5 ملاير، 2 ملاير، 3 ملاير. نعم. في سبيل الله. الله. نعم. يمول الجهاد في غزة. صحيح. ينصر المجاهدين في غزة. يسبقني، كيف ما يسبقنيش؟ أكيد. نعم. هذا هو. نعم أستاذ. نعم. أين وقعت هذه المفاصلة ما بين هذه النصوص الجميلة، ما بين هذه الشواهد التاريخية التي عاشتها الأمة؟ متى وقع هذا الانحراف على مستوى فهم الأمة حتى تعطلت هذه الخيرية، وكأننا أصبحنا على حسب عديد المفكرين نعيش عالة على العالم الآن أستاذنا، في قرن أو قرنين؟ متى وقع هذا التعطل لهذا الفهم السليم لخيرية هذه الأمة؟ ربما بدأ هذا الوضع يسير نحو الانحدار. بلغة مالك بن نبي، الحضارة دائما تبدأ بالروح. صحيح. ومن بعد العقل. ومن بعد تجي الشهوات. بالضبط. نعم. يعني هو كيرسم الرسم البياني تاع الحضارة. صحيح. الروح طلعت المستوى أعلى. نعم. والعقل، العلم، التطور العلمي. نعم. البحث العلمي إلى آخره، العلوم. نعم. طوروا المسلمون العلوم كاع، التخصصات العلمية كاع. ومن بعد كي المسلمون ولاو للشهوات والمغريات والغرائز، بدا الانحدار. الانحطاط والانحدار. هذا الانحدار بدا بالانبهار، الانبهار من المدنية الغربية. لأن الاحتلال الغربي لما بدا يحتل العالم الإسلامي، كان يقول العالم الإسلامي سبب تخلفكم هو الإسلام. وكاين من المسلمين الأجيال اللي ناضت قليلة العلم، قليلة التكوين، صدقت هذه المقولة. كي دخل نابليون لمصر، كان يقول للمسلمين، يقول لهم باللي سبب التخلف تاعكم هو الإسلام. لو كان تتخلوا على الإسلام تتقدموا كيما احنا. وكان الغرب يقول للعالم الإسلامي، أنتم قراوا الدين، قراوا العلوم الآخرة، تما اللي ظهر التقسيم هذا تاع العلوم، علوم الآخرة وعلوم الدنيا، علوم المادة وعلوم الآخرة. دانلوب هذا عطب من عطب دانلوب عطب العقل. نعم. ايه، هذا دانلوب، هذا الإنجليزي دانلوب اللي يشوفوه. نعم. الناس على الماركات تاع العجلات تاع السيارات. نعم. دانلوب هذا هو احد المصادر تاع الفكره هذه تاع العلوم الاخره وعلوم الدنيا. الدنيا صافي، ولاو المسلمون انقسموا.
حتى الحق في الازهر، في الازهر الحق ظهروا علماء يقولوا ما نقراوش الفيزياء في جامعه الازهر، ما نقراوش العلوم الكونيه العلوم الماديه، نقراو غير العلوم الدينيه ولا علوم الاخره. كي بدا هذا التقسيم بداوا المسلمون يمشيوا نحو الانحطاط، وكانوا اسلمنا عقولنا للاخر. نعم للاخر. ومن بعد صار الانبهار بالغرب، الاحتكاك بالغرب. نعم. بالاحتلال كما في الشام، كما في الحروب الصليبيه، كما الى كي صار هذاك الاحتكاك بزاف المسلمون انبهروا بما راوا عند الغرب. هو الغرب سرق كاع الخير تاع الاسلام، الخيريه هذه اللي سرق الخير اللي كانوا فيه المسلمين في قرطبه، في بجايه، في بغداد. اولى الجامعات كما يقول ألفريد غيوم في كتابه تراث الاسلام، اولى الجامعات في العالم كانت في بغداد. سبحان الله. المستشفيات الاولى في العالم في بغداد. نعم نعم. لم نستطيع ان نحافظ على الخيريه. كانت قرطبه يعني عندها الضوء، الشوارع تاعها ضاويه، يقولوا باللي الضوء كيلومتر ونص مصابيح. نعم. كانوا الفوارات، فوارات نافوره كاين، حنا مازلنا كاين فوارات او ناشفين. ان شاء الله ان شاء الله. يعني كانوا الفوارات في قرطبه حار الجناين. نعم. الورود، الازهار. نعم. كانت صوره نظافة جميله، نظافه يعني صور الشوارع جميلة. نعم. وفي القرون الوسطى اوروبا هي كانت في حاشاكم في الواحل. صحيح. الواحل الحضاري كان انسجام ما بين الروح وما بين التمظهر. نعم. او الحياه. نعم. استسمعك استاذ بان نذهب الى ركن قصير ثم نعود. تفضل. نعم. أو إلى فاصل قصير. إذن بعد هذا الفاصل القصير نرحب بكم من جديد مشاهدينا الأكارم. دائما في برنامج أبعاد ولا زلنا نتحدث عن خيرية هذه الأمة بمعية أستاذنا الفاضل أستاذ دكتور محمد بلغيث أستاذ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي. مرحبا بك من جديد. شكرا أستاذنا. يعني تجولت بنا في تاريخ الأمة، تاريخ مشرق في عمومه وإن كان شهدت الأمة أيضا لحظات انكسار. أستاذ، هل هذه الخيرية في هذا الزمان، في هذا الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم، هل يمكن الحديث عن خيرية أفراد؟ بمعنى الآن الخيرية بصفة عامة يمكن لا يستطيع أن يتلمسها أي إنسان عاقل. هل أصبحت الآن الخيرية تتمثل في أفراد، في مؤسسات، وقد تكون توليفة في وقت من الأوقات أو عندما يشاء الله، وعندما يقرر المسلم أن يغير من حاله فتعود الخيرية للأمة ككل؟ نعم. حتى لا نعدم هذه الخيرية في هذا الزمن. هو خيرية الأفراد لا يعلمها إلا الله. نعم. ما تقول فلان فيه الخير. كل الناس ربي جعل فيهم الخير. يعني لو كان نقول الخيرية مرتبطة بالفطرة. صحيح. ها؟ بقي نحن كيف نخرج هذا الخير من الناس، كيف نستخرجه. وأنا أعتقد بالخيرية في هذه الأمة كتيار يبقى مستمر. لماذا؟ لأن من خصائص الحضارة الإسلامية أنها لا تموت. تضعف. تضعف. نعم. تتعثر. صح. يسقط. نعم. تسقط الأمة. نعم. لكن تقوم بعد العثرة. نعم. فرق بين الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى، اليونانية، الإغريقية. نعم. الهندية، المسيحية. نعم. أن الحضارات اندثرت. نعم. كثير من الحضارات اندثرت. صحيح. سامويل هانتينغتون في صيدان الحضارات. نعم. ذكر 25 حضارة. صحيح. أرنولد تويمبي قبله في دراسة التاريخ ذكر 25 حضارة الشرقية والغربية. نعم. نعم. لم يبقى من الحضارات إلا ستة. ستة ولا خمسة. صحيح. سامويل هانتينغتون يحسب واحد خمسة ولا ستة. نعم. نعم. معناتها حضارات كثيرة اندثرت. بالضبط. لكن الحضارة الإسلامية من خصائصها أنها لا تموت. لماذا؟ لأن قوتها في ذاتها، في عقيدتها. صحيح. انها حضاره قائمه على العقيده. الروح تاع الحضاره الاسلاميه تجدد. نعم. هي العقيده. دونك اذا عندها ذاتيه القيام بعد العثره. هذه هي الان كيف نقدروا حنايا نزيل الحجب على الخيريه تاع الامه هذه باش تعاود تولي قوه. الخيريه تولي قوه. الخير
خير أكيد. يولي قوة ما يوليش ضعيف. هل إرجاع قيمة العمل، قيمة الوقت، قيمة الأخذ بالأسباب، قيمة فهم سننية التدافع، على هذه الأشياء التي للأسف تعطلت على مستوى تفكيرنا، إعادة بعثها، إعادة فقهها هي التي يمكن أن تحرك هذه الخيرية؟ شوف، هو موانع ظهور الخيرية ربما أكبر من ذلك. أنا نشوف باللي الاستبداد اللي نعم مرت به الأمة نعم من أكبر العوامل اللي خلت الخيرية ما تظهرش في هذه الأمة. نعم الاستبداد يخلي المجتمع لا تظهر خيريته، صحيح. ويخلي وإن كان الخير موجود، نعم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الخير ظاهر. ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم، حتى الآخر أستاذة، نعم حتى الغرب يعني لا يترك هذه الأمة أن أكيد. تقلع بسهولة، نعم، حتى هذا هو يعني هذا الاستبداد خاصة ربما قصدت الاستبداد هذا الغربي، الشيء أكثر منه. نعم، استبداد استبداد غربي. العالمي، نعم نعم، الغربي، نعم إذا كان إيطاليا حلت ليب احتلت ليبيا، فرنسا احتلت صح، الجزائر، الجزائر، احنا نعم في مناسبة ربما هذه الأيام أول نوفمبر نعم 54 نترحم نعم على هذه شهدائنا الذكرى التي، نعم وشهداء غزة وشهداء صحيح. الإسلام. يعني الخيرية هذه الاستبداد الغربي ما خلاهاش تظهر، هذه هي، لأن الغرب يزعجه أن تظهر خيرية هذه الأمة. بالضبط بالضبط. فإذا فرنسا كي احتلت الجزائر وإيطاليا ليبيا وبريطانيا الشام إلى آخره وشمال أفريقيا عموم فرنسا إلى آخره، الاحتلال هذا يا حتى آسيا، حتى قارة آسيا، البرتغال، نعم، كل هولندا، نعم بريطانيا إلى آخره، الدول الاستعمارية القديمة باش والحديثة. هذا الاستبداد هذا يخلي الخيرية ما تظهرش. هذا أحد الحواجب. الحاجب الثاني هو الجهل. الجهل ما يخليش الإنسان يخرج الخير اللي فيه. ينطلق. نعم، الجهل من أكبر أعداء الإنسان كذلك. ولهذا العلماء من بكر يقولوا وقد خلق الله العلم مضاحا للخير فضاحا للشر، كما يقول الكواكبي. وقد خلق الله العلم وضاحا للخير فضاحا فضاحا للشر. جميل. الخير يقابل الشر، الخيرية تقابل الشرية إن صح التعبير. صحيح. نعم، ولهذا من الأمور اللي تخلي الخيرية ما تظهرش في الأمة كتيار هذا الجهل. العامل، نعم. العامل الثاني الثالث ربما اللي يخلي الخيرية ما تظهرش في هذه الأمة هي الفرقة. الفرقة تفرق الأمة. لما تتفرق الأمة يولي كل إنسان يجبد له، تولي الأنانية في الأمة، فقه العصبية التي تحدثت التعصب، عنها، التعصب إما التعصب والعصبية للأشخاص، للأشخاص، إما نعم التعصب للشيوخ، إما التعصب للأحزاب، إما التعصب للتيارات للعشيرة إلى وللفكرة. آخره. هذا التعصب، التعصب هذا يخلي التفرق هذا، يا كل واحد يتعصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. بالضبط. مع أنت الفرقة كذلك، هذا ربما من أخطر الأمور اللي تخلي الأمة لا تظهر فيها الخيرية. النبي صلى الله عليه وسلم قال دب فيكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. سبحان الحسد والبغضاء. بالضبط. خاطر خاطر الانسان أمراض كي قلبية. يحسد، كي يحسد، ها، أمراض قلبية. لو كان واحد لا قدر الله يحسدك ماذا به؟ عبد الغني ما يبانش، صحيح، ما يظهر لا في قناه لا في الاخر لا في برنامج لا والو. كي يحسد الانسان الاخر ماذا به الخير؟ اذا كان هذاك الانسان عنده خير كثير لا يحاول ان يطمسه. نعم، قال بكري الفضيل بن عياض قال ما احب احد الرئاسه إلا الزعامة، يعني الزعامة، نعم، إلا وأحب أن يظهر غيره بالنقص ليتميز هو بالكمال. سبحان الله. يعني الأمراض القلبية التي هذه تعود نعم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه من موانع، الهم موانع الخيرية. صحيح نعم صحيح. إذا أردنا أستاذ أن نتكئ على مفتاح هكذا، وإن كان جهد أمة، هذا ما هوش يعني جهد فرد أو مؤسسة، يعني المفتاح، الباب لإعادة هذه الخيرية، كيف أستاذ؟ البعد الجماعي. لازم نحييو البعد الجماعي في الأمة. وباللي احنا جماعة واحدة وأمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، الله تعالى يقول.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم بعضهم أولياء أولياء بعض، بعض. يأمرون بالمعروف وين؟ الخير صحيح معروف وينهون عن المنكر صحيح ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. نعم مظاهر تاع الخيرية هذه، هذو هما بالضبط الأمر بالمعروف. معروف الأمة إلا ولات ما تأمرش بالمعروف ما تنهاش عن المنكر، واش من كثرت الخير؟ واش من الخير؟ في كثرت الحديث الساكت تاع النبي صلى الله عليه توصل وسلم اللي كان يقول إن أول ما بدأ النقص في بني إسرائيل أنه كان الرجل ينهى الرجل في بني إسرائيل. إيه نعم هذه سيت اون اكسبيريونس بريسيدونت، صح تجربة سابقة فاشلة تاع نعم بني إسرائيل اليهود. كانوا الراجل ينهى الراجل كما قال الحديث، نعم ثم ثم يأتي لا يمنعه ذلك من غد أن يكون أكله وشاربه وجليسه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض بعضين ولعنهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن عن المنكر منكر فعلون بئس ما كانوا يفعلون. الأمة كي تسكت عن الخير، نعم يظهر كي الفساد تسكت عن المنكر ما يبانش الخير. صحيح هذا هو هذه المنكر، كي يبان المنكر سي العكس، صحيح يتقمع الخير. هذا نعم كي يبان الخير نعم يتراجع المنكر، صحيح وهو ونحن كيف يقولوا تلقائية تلقائية نعم تلقائية، يظهر الخير تظهر الخيرية في الأمة، هذا يخرج الخير اللي عنده، هذا يخرج الخير اللي عنده، هذه تخرج الخير اللي عندها، هذه كذا، تولي الخير يبان نعم ويتقمع المنكر يتراجع بزاف بالضبط بزاف. بالضبط بالضبط انت نوليو تيار، تيار في الامه، صحيح امه الروح يولي الغالب لشاطئ البحر، يولي الغالب انه صح خير روحوا الغالب انه لشاطئ البحر نعم نعم في الصيف نعم يكثر نصليو جماعه، يكثر الخير نعم يتراجع اللي ما يصليش نعم يكثر ولا يدخل في الصف نعم وحده فيهم. هذا هذا هو على سبيل المثال بارك هذا الله فيك كمثال. استاذنا نعم الكريم الى ركني الفهرست الفهرست أستاذ أكيد يتحدث عن هذا الموضوع بأمثلة قريبة إلينا حتى ننزل من المجرد إلى ما هو نعم واقع مشكور أستاذنا الفاضل من بين العديد من الكتب ألفت هكذا تحت هذا العنوان كنت بخير أمة أخرجت للناس للدكتور ياسين غضبان أستاذ تاريخ وعلم الاجتماع العالم السوري فيه كتاب أيضا عنوان وكأنه سؤال إنكاري أستاذنا العنوان أتظنون أنكم خير أمة أخرجت للناس فيه يعني سؤال إنكاري ينكر على الأمة على أنكم رضيتم بهذا الحال وأنتم خير أمة أخرجت للناس للدكتور ظهير ماريداني هذا الكاتب العراقي وفيها أيضا كتاب آخر تحت مسمى قواعد قرآنية يتحدث عن القاعدة التي أشار إليها أستاذنا الكريم عندما تكلم عن الآية التي تقول كنت بخير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أستاذنا الفاضل نختم على قيد الأمل نبقى نأمل في هذه الأمة الخير بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أأوله هو خير خير أم أم آخره؟ آخره قد في أي لحظة في أي عندما يأذى الله عز وجل أن تعود هذه الخيرية لهذه إن شاء الله الأمة وأن تكون هذه الأمة هي قاطرة وأن تكون شاهدة على باقي الأمم الأخرى نشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور الكريم إن شاء الله ونلقاك إن شاء الله في مناسبات أخرى إن أستاذ شاء الله شكرا بارك الله فيك شكرا لك على ما ساهمت به معنا في عدد اليوم إن شاء الله بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج أبعاد نترككم على خير نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته